قررت محكمة جناية الجيزة المنعقدة في أكاديمية الشرطة إحالة 11 متهما بقضية خلية الجيزة الإرهابية من أصل 26 منهم 21 متهما محبوسين على ذمة القضية وخمسة هاربين إلى فضيلة مفتي الجمهورية. وقد حددت جلسة 22 من أكتوبر المقبل لنطق بالحكم. كانت النيابة أسنيت المتهمين تهمة تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون مع منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والمشاركة في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وشروع في قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة وسرقة أسلحة ميري وصنع مفرقعات شديدة الانفجار.